بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة وبركاته. لا عودة لنا إلى أمة قادرة على مواجهة الباطل ظاهره وباطنه إلا سبيل الله. سبيل الله هو أن نشهد بحق أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذا كان شهادتنا هاتان، خذينا بروحك شهادتين كنا بحول الله أسسا صحيحة لبناء أمة عتيدة. الأمة نحن الآن قلة، ونحن في ضعف شديد على كل المستويات، مستوى روحي، روحنا مدنسة من طرف الشياطين والتاريخ الأثيم، وعلى مستوى الفكري ظلمات هاجمة علينا ليلا ونهارا لكي تطرد منا الأنوار الفكرية، وعلى ما مستوى العواطف نحن في عداء مع أنفسنا ومع غيرنا، وإن كان غيرنا من أمة الإسلام حقا. بعيد إذا كنت تحبوا ترجعوا لبناء الأمة كونوا لبنات صحيحة يقبلها الله ويبارك في سعيها، هكذا تكون العودة إلى الله. الأمة وإن قل عددها فهي غالبة وهي منصورة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فلا نصر من لدن الله إن لم نكن حقا مسلمين مؤمنين محسنين. هذا الأعمدة الثلاث لا يمكن أن نقص منها شيئا أو نلغي عنصرا أو عنصرين منها، فماذا يبقى لنا؟ يبقى لنا شرذمة فكرية ومن تلوث روحي، وهذا لا يبقي أمة أبدا. ورأينا عبر عصور الحيطات كيف أن الأمة غابت عن الساحة العالمية، فانتهز الفرصة أعداء الأمة وبنوا صرحا يمكن أن يقبل إلى حد ما، هو صرح حضاري لا محالة، لكنه ليس صرح يقبله الله أو يبارك الله فيه أو يدعمه الله. أن أنتم أردتم أن تكونوا من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام فمجدوا ربكم، واعلموا أن له سلطان قديم، وأنه له وجه كريم، وأنه له جمال ليس كمثل جمال، وأنه يبارك فيكم إن أردتم البركة. ورب يحب المحسنين ويحب المتطهرين ويحب المستقيمين ويحب الربانيين ويحب الذين يؤلهون الله حقا، لا فيه شك ولا فيه شرك. فكونوا موحدين حقا فتتأدبوا مع الله، فتكونوا أنتم البادئين بأمة مبعوثة من جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوانه.